يقول لي يا شيء طلع في الثمن شحال ديال الانواع كاين ديال البصله البصله فيها انواع تاع هي دابا حد الساعه كاين جوج انواع قضاريه وفاسيه اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا احنا في اول ايام الاسبوع والبصله طبيعه الحال غاليه، وصلت 8 دراهم في السوق. كما كتشوفوا الوضع يعني شويه بالنسبه للمواطنين بالنسبه للمواطنين طبيعه الحال كتجيهم البصله طالعه في الثمن، بالنسبه يعني للخضاره اللي بيعها اللي كي طبيعه الحال اللي كيتحكم مع المواطنين فاكيد كيلقاو صعوبه مع لان المواطن ما كيتقبلش هذا الغلاء. كما كتشوفوا طبيعه الحال البصله طالعه في الثمن 8 دراهم، فهو الثمن يعني مرتفع كما كتشوفوا. هاد الانواع وزين زوج ياك هاد العام اش من بصله اللي كاينه ديك الطويله ياك كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. البصلة اللي طالعة يعني ومازالت طالعة في الثمن، البصلة اللي وصلت 8 دراهم ف يعني طبيعة الحال غالية وطالعة في الثمن غالية بزاف. فطبيعة الحال هذا الوضع هذا راه ما كي يعني بالنسبة حتى يعني البيع والشراية راه ما كيربحوا والو، عندهم درهم كيقول لك درهم ياك درهم ديال الربح الدرهم ديال الربح ولا خديتيها لا خرجت لك على حساب السلعه على حساب السلعه خديتها مليحه ب 140 غادي تجيبها زوينه تشاط لك ديك الدرهم ما خديتهاش 140 خديتها ب 120 غادي تبيعها خا على حساب انت وشحال خديتيها خاسر شوف دابا المرض ديالك نشوف هذيك صحيحه ولكن راه مريضه من الداخل باش كتعرفها؟ ما عرفتش شوف الماء خارج منها وانت قاسحه يا
قاطعة. شنو؟ راكي من الداخل راه مريض. من الداخل مريضة ميها. إلا ما مشيتيش شريتيها مليحة. إلا ما مشيتيش الغلا ما غادي تجيب السلعة نقية. ما تكون السلعة نقية. هكذا. لقيت ضروري ملي ما تكون صافية الشمزيان تتكونش البصلة موجودة. ملي ما كتكونش طايحة الشتا ما كتكونش البصلة موجودة. البصلة 160 قرون. هاك ميكرو تقول شي حاجه على هادشي ها الغلا خويا مد لي الميكرو قول لي السلام عليكم. السلام اخويا لاباس الله يحفظك الله يبارك الحمد لله. باش اليوم جيتي نهار الاثنين اخويا الاثنين السوق طالع الخضره غاليه صراحه كل شيء ما كاين 160 180 140 يعني بالنسبه للدرويش راه لا اله الا الله وصافي صعيب بزاف صعيب 8 درهم طالع 8 درهم بزاف كاين اللي واصل الخضره حتى 240 260 يعني بزاف الطاقه ديال الانسان راه زعما صعيب بزاف الدرويش راه صعيب عليه ما يعيش ولا عنده عائله وسميتو راه الله يحسن العوان اخويا صراحه من ما درتي كتلقى الغلا فين ما حطيتي يدك راه لا اله الا الله وصافي لا اله الا الله وصافي. دابا شحال غتاخذ انت الكيلو؟ وناخذ على قد جهدي غادي ناخذ واحد جوج كيلو وشوف شوف فهمتي ما بقاش تاخذ 4 كيلو 6 كيلو 10 كيلو صندوق دابا جوج كيلو كتجيك شويه قاصحه جوج كيلو ونص جوج كيلو ونص كما قال السيد ب 400 درهم 400 درهم راه ما مشيتي حتى لا اله الا الله انا تفاجات صراحه صراحه تفاجات بزاف كاع 8 درهم اول مره 8 درهم مره كتطلع ولكن كتهبط شويه الا نقصت كتنقص واحد الدرهم ولا جوج درهم وانا السوق اليوم طالع شحال كدير البصل وانا كنت كدير السيدي يقول لك شحال 3 درهم 3 درهم 3 درهم دابا 8 درهم بزاف اخويا لا اله الا الله وصافي راه يحسن عوان الدرويش وصافي اش غادي نقول لك لا اله الله يصاوب الله يدير شي تهود نتمنوا هذا العام يدخل علينا بالخير والبركه ان شاء الله وطول العمر جزاك الله خير ان شاء الله الله يحفظك.